وسعيد تعطيني بس فوق دقيقة من دقيقة. تفضل. بداية الهوشة غلط، وضد الهوش وضد أي شيء الشعب الكويتي. لكن لما يجي واحد يعني أبو محمد مسيه بالخير لجبك يقول إنه صار في اعتداء من لاعبين ومن جماهير ومداريين، أقسم بيت الله الهوشة بين الحكم وبين اثنين، بين واحد إداري وبين عبد الله دشتي لاعب. بس لحظة أبو عامر، ما قلت ترى لاعبين، أنا متعمد ما حددت أحد، بس قلت عاقبوا المخطئ. بس الحين أنت تقول دام فيها لاعب، أنت أكدت أن فيها لاعب. أنا بقول لك شغلة، أنا أقول لك والله العظيم أنا موجود، أنا أشوف وأنا موجود وقد كلمتي. يعني هالهوشة بس اللي طقوا بس لاعب وإداري بس؟ بس لاعب وإداري والباقي كل هالفيديو هذا اللي شفناه والطق لاعب. كله لما صار يوم طاح الحكم طاح وتعب، أنا بضم الناس معطي ماي، وبالفيديو أفكر فيه تلقاني موجود، وصارت ودخلنا عبد الردشي داخل من العوار فيه، طلع بالهوشة الثانية اللي ورا الشبك. صارت ترى بداية التصوير، ما جاءت كامل، ما جاءت تصوير كامل، بداية التصوير يوم لاعب الوعي بالكويت فاسخ تيشيرت ماله وقاعد على الكفة وقام، هني بدأ التصوير. الهوشة قبلها وصارت بعدها هوشة ثانية. الهوشة شلون؟ ما كان الحكم فوق علي؟ الحكم كان تحت، كان نازل تحت قاعد يكلم عبد الله دشتي. ايه والحكم مد ايده رد عليه الإداري. انا قاعد اقول غلط، كل اللي صار غلط وانا ضده، لكن انك ان يصير اتهام على لاعبين القادسيه وتعاقبون لاعبين القادسيه. اليوم صار مسبوع معسكر فندق تاركين بيوتهم واهلهم، ويجي حكم برد ويظلمهم. لاعب مهما كان بشر يعني، إيه بس ما لا بشر، بس ما يطق يا ابو ما يطق يا لما تمد ايدك علي يا ابو محمد، شو تتوقع مني؟ قصدك حتى لو مديده يا ابو عمر ابو عامر، واحد مع ضد واحد، اثنين على واحد، ما شايفين هني خمسه ما ادري 10 ما ادري. لا لا انت اللي رايح له، انت اللي رايح له عند السلم. احمد العنزي تشوفه ترى موجود، احمد العنزي ماسك الحكم، هو اللي ساحب الحكم، وبنفس اللحظه كان لاعب قادسيه اللي انتقل الكويت لاعب الطائره نسيت اسمه، حتى كان ماسك وياه. اي احمد العنزي مال الرابطه، ها من العلاقات العامه. ما اسمك؟ احمد العنزي العلاقات العامه والرابطه، عدل؟ ايوه بالعلاقات العامه. رايته بيضة انا شفته، رايته بيضة انا شفته مع الموجودين. اسمعني، وهم الناس اللي انا والله بشيد فيهم، بس نسيت هو اللي كان يوخرهم. هذا الفعل الطيب اللي احنا نتمنى. اعطيك معلومه، طق ولده ترى، طق ولده. طق شنو؟ لان يوم كلمته بعد ما هدى توفى قال حلبي جاري بالصباحيه بيتهم، قال جاري عمره 20 من جيران يعني، ورجال كبير ما تسوى انه مباراه وسطين. لكن انه يتكلم، يجيك واحد مغرد او ما ادري عندك بالبرنامج واحد قال اعتداء من اللاعبين ومن جماهير. يا ابو عامر لا تلوم العالم انت، ابو عامر لا تقعد. ابو عامر اسمعني، اسمعني وانا اخوك اسمع. انت شوف رجل طايح وطاقينه 10 ولا 20 ولا 15، تقول لي اثنين ابو عامر، وتقول حنا ما نقبل اي كلام. يعني الحين تقبل هالرجل ينطق والعالم كله يشوفونه؟ لا 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 قال احنا ضد الظالم. مهما كان اللي حصل توضحت ابو عامر. ابو عامر يا جماعه ما عندي وقت والله. ابو عامر انت تقول، بس عشان ناكد شغله، ابو عامر انت تقول ان الحكم هو اللي ابتدى بالضرب، ها؟ لما الحكم هو ابتدى بالضرب، عندك تصوير تكفي ابو عامر؟ طيب ابو عامر بس تكفى ابو سعود عشان نعطيهم حد. عندك تصوير بهالواقع يا ابو عامر؟ هو اللي رد عليه. شلون؟ اللي لابس تيشيرت اصفر هو اللي رد على الحكم، طق الحكم. زين ليش رايح؟ طيب ليش رايحين حق الحكم؟ انتوا اللي رايحين حق الحكم عند السلم. انا قاعد اقول لك يا ابو سعيد، قاعد اقول غلط اللي صار، غلط غلط اللي صار غلط. ما اقول لك طيب. مو معناته ان انا اقول لك والله انا هذا اخونا، اخونا صلاح مرزوق هو اللي قاعد يرد عليك. يعني لو مو رايحين الا عند السلم وهو نازل كان ما صارت الاحداث هذه. صح صح. انا وياك اقول غلط اللي صار. طيب لكن ابو عامر يعني هم غلطوا، نحط الذنب كله عليهم. ومصدق مصدق. طيب. انت ان شاء الله مصدق. طيب ابو عامر مشكور يا اخوي علي العجمي، عضو العلاقات العامه في نادي القادسيه.